إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إجراء التصرف السريع لتشخيص أعراض الجلطة الدماغية وعلاجها. إذا كنت مع أو بجوار شخص ما وكنت تشك في إصابته بالسكتة الدماغية، فقم بمراقبته عن كثب إلى حين وصول سيارة الإسعاف أو الطوارئ الطبية. قد تحتاج أيضا إلى تقوم بما يلي: إذا كان الشخص قد توقف عن الإنعاش عن طريق الفم أو التنفس الاصطناعي، من الضروري الاتصال بالإسعافات وإخبارهم. أيضا لا تحاول إدارة رأس الشخص إلى الجانب الآخر، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اختناقه. وأيضا منع الشخص من الأكل والشرب في هذه اللحظة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.